الصحة الذي كان في البطن كان يعقل به شمروش محمد ماذا كان اسمه قبل الإسلام؟ محمد هو كان مسلما كان مسلم ضال وكان شيطان مارع. هذا السحر مشروب أم مأكول؟ مشروب مأكول في الكسكس في الكسكس في القهوة في الحوت في السمك نعم في البربة يعني هو سمعوه في البربة لأن تشبه دم الحائض حتى لا يميز في الشرب. طيب شمت دم الحائض مع ذلك شربت؟ لا ما عرفتش هي دابا ملي طلع لنا السحر. الحمد لله اللهم طيب وهذا السحر هو الذي استخرج من البطن لم يبقى في البطن والسحر ما هو شيء إلا حقد وحسد ونفاق النوم فاللهم رب طهر هذا الجسد من السحر اللهم رب طهر هذا الجسد من السحر. طيب نبقى في السحر المأكول والمشروب لا زالت هناك آثار السحر المأكول والمشروب؟ على ماذا كان يعمل هذا السحر المشروب المأكول؟ يعطل ماذا يعطل؟ اللهم الولادة يعطل هذا السحر يعني يستطيع السحر المأكول المشروب أن يعطل الولادة؟ كان في الرحم كيف شربته وصار إلى الرحم مباشرة؟ اللهم رب يعطل هذا السحر الجن يعمل هذا العمل. كان محمد الذي سخره من أجل هذه الوظيفة دخل في البداية عن عشقه. اللهم ارفع أصل هذا السحر هو الذي كان يجد الأصحاب كان اللهم رب أبطل هذا السحر اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد على سيدنا محمد. نعم يعني كان رغم أنه كان يأخذ الدواء لاستخراج السحر لكن كان يقاوم كان قوي حتى هداه الله جل وعلا ثم بعد ذلك عمل على استخراج السحر. الحمد لله جاء الدعاء طيب. الحسن طيب ربنا الذي كان يخدم السحر المأكول والمشروب محمد وحده هل كان يساعده في هذه الوظيفة غيره؟ ها؟ رحيمة ما هي غاية رحيمة؟ وظيفتها؟ دخلت على العين العين الحسد منذ 10 سنوات وكانت تعمل مع محمد من أجل أن يلقى الصحة في الرحم وفي البطن حتى لا تلد. طيب والتمرين طيب وهذا السحر هذا بفضل الله تعالى لم يبقى له آثار في البطن والرحم. اللهم يا ربي أبدل سيئاتي حسنات إذا لم يبقى هذا السحر اللهم ربي أبدل سيئاتي إذا تم استخراجه بفضل الله جل وعلا فعليكم وظيفتكم ألا تبقى. اللهم جزيه خيرا وأعطيه عطاء حسنا منا عليه بالجنة الفردوس والجنة الأعلى إن شاء الله تعالى. اسم لنا الرحيم لماذا؟ اللهم يا ربي لا تحرمه الجنة. اللهم من الذي يسكن الرحيم؟ محمد في العليين محمد ورحيمة اكتبه يسكن لنا الرحيم والأبرار. طيب ولماذا بالضبط اختار الرحيم؟ اللهم رب اكتبه في الشهداء والأبرار. نعم الحمد لله لأن علاقتهم بالعشق فصارت ومكانهم الأنسب لهم هو الرحم حتى يعطلوا حتى الجماع. طيب من كم سنة هذا؟ سبحان الله. طيب منذ كان عمره 10 سنوات قبل الزواج إذا الحمد لله. طيب هذا السحر الذي أكلته وشربته هل جددوه مرة أخرى؟ سبق وأن جدده الساحر الساحرة؟ عطاء الحسن لا إله إلا الله وحده واحد في اللحم؟ طيب لا إله إلا الله وحده واحد في القهوة؟ طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا إله إلا الله ومع ذلك تزوج أمر الله جل وعلا ليعلم أنه ليس على شيء. والثناء طيب. الحسن لا إله طيب. إلا الله مخلصين آخر في الكسكس وفي السمك لا إله إلا الله هذه كل أصحاب مأكولة ومشروبة اللهم إنا نسألك العفو في الحمد لله.
اللهم إنا نسألك العفو ونسأل الله يتم عليها الشفاء وأن يتم عليها العفو والعافية وأن يكرمها بالذرية الطيبة الصالحة وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. طيب جيد اسمعني أنت مع الآن كل حاجة عند أجل عبد الرحمن اسمعني تأمل في اسمك تأمل في اسمك طيب الحمد لله طيب الحمد لله طيب وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك ولا سائر المسلمين اللهم يا رب أجل طيب إن شاء الله نواصل بإذن الله تعالى الرقية ويستخرج بفضل الله تعالى هذا السحر. طيب السحر الآن يستخرج من الرحم. طيب فلماذا لا زلتم مصرين على تعطيل الجمع؟ لأنه في الرحم رحمة ومحمد أتكلم مع رحمي إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحيمة كيف حالك؟ طيب اسمعين يا رحيمة اسمعين اعلمي أن الله يقبل التوبة. اتركي. لماذا؟ أنت صادقة؟ صادقة ولا طيب السحر أزيل من الرحم صح؟ أزيل من البطن صح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الذي يحول بينك وبين أن تغيري أو تخرجي هو صدق التوبة مع الله جل وعلا. أن تصدق الله جل وعلا. طيب ما الذي يمنعك من الخروج؟ طيب الله سبحانه وتعالى عليم صح؟ لكن اسمعيني رحيمة مكثك في هذا الجسد دليل على أنك لا زلت ظالمة دليل على أنك ظالمة لا ظلمتي ظلمت لا زلت مسلمة على الظلم لا 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 قلت لك لا ليس ظالمة أنا مسلمة طيب أنا مسلمة لماذا لا تقول اسما على مسمى رحيمة طيب أنت الآن تعملين عملا لا يرضاه الله جل وعلا تكرهين زوجا في زوجته وعس أصرا عليك أن تخرجي طاعة لله تعالى أن تخرجي طاعة لله جل وعلا وأن تعلمي أن هذه المرأة حل لزوجها ولا يجوز أن تفرق بينهما إن العبد لله أن تخددي زوجا على زوجته أو زوجة على زوجها ملعون من فعل هذا العباد أن ترحم أخاك تعرفين هذا؟ تعرفين فإياك أن تفرقي بين المرأة وزوجه حتى لا تشارك السحرة في فعلهم وماله وعرضه وفي قصدهم المسلم أخو المسلم اترك الرحم طاعة لله تعالى آمين نعم اترك الرحم نعم اللهم هيا. آمين هيا اللهم آمين هيا بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويعلم ما في الأرحام
ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله يتوب على من تاب وأقلع وأناب يتوب على من تاب وأقلع وأناب هو الله هو الله رب الإنس والجان الله أكبر والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم ما سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري الله أكبر الله أكبر ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك الله أكبر الله أكبر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد يتوب على من تاب يتوب على من تاب يتوب على من تاب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ربنا وولينا وناصرنا ربنا وولينا وناصرنا عليك اعتمادنا ورجونا لا مفر منك إلا إليك ولا ملجأ منك إلا إليك أنت القوي سبحانك وأنت الغني سبحانك لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت كل شيء عندك بمقدار كل شيء عندك بمقدار فأنت النافع وأنت الضار فأنت النافع وأنت الضار لا إله إلا الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رحمتك وسعت كل شيء رحمتك وسعت كل شيء رحمتك وسعت كل شيء أنت الله في عليائك وفي ملكك وملكوتك
تسمع وترى تسمع وتبصر تسمع وترى تسمع وترى تعلم مكانهم تعلم مكانهم في الأرحام والبطون في الأرحام والبطون ترى مكانهم تسمع كلامهم سرهم ونجواهم وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب لا إله إلا أنت السر عندك علانية السر عندك علانية لا إله إلا أنت لا إله